مرحبا، معكم سهى من سهى's Dishes. وصفة اليوم طريقة تحضير الصيادية. طبخة الصيادية من الوصفات المفتخرة والمشهورة كتير، فيها خطوات، بس خطواتها ومكوناتها سهلة وما بتصعب على حدا. انطلبت مني كتير ومن وقت طويل. بهالفيديو رح تشوفوا طريقتي بتحضير طبخة الصيادية. اتمنى تشتركوا بقناة سهى's Dishes على يوتيوب، صفحتي على الفيسبوك سهى's Dishes، تابعوني على انستغرام. خلينا هلأ نشوف المكونات وطريقة التحضير. الخطوة الأولى اللي رح احكي عنها تحضير السمك وتتبيلة السمك. عندي سمكة واحدة كبيرة بعد التنظيف وزنها 1 كيلو. نوع السمك اسمه سترايب سي باس. اي نوع متوفر لكم وانتو بتحبوا تستعملوه ومتعودين تستعملوه بتقدروا تستعملوه. ما في نوع محدد من السمك نحن ملزمين نستعمله، كل شخص حسب ذوقه وحسب ما بيحب بيختار السمك. انا جربت هيدي النوع وبحب طعمتها كتير. اللحم تبعها بضل طري، بضل رطب، ما بينشف، ما بيطلع قاسي بالفرن. لهالسبب بحب هالنوع من السمك سترايب سي باس. فاذا 1 كيلو سمكي بعد التنظيف وزنها 1 كيلو. تتبيله اللي رح زيدها على السمكه، طبعا انا رح اشويها بالفرن. ممكن نستخدم لهالوصفه سمك فيليه، ممكن استخدم 3 سمكات ويطلعوا 1 كيلو. نوع السمك اللي انتو بدكن اياه بيمشي بهالوصفة. انا هلأ حبيت انه استخدم سمكة كبيرة واشويها بالفرن. تتبيلة السمكة 1/4 كوب من زيت الزيتون، 1/4 كوب من عصير الليمون الحامض. عندي هون 1/4 باقة صغيرة من الكزبرة الخضراء مفرومة فرم ناعم، يعني منقول 2 ملاعق طعام من الكزبرة الخضراء. 2 حصين ثوم مهروسين مع 1/2 ملعقة صغيرة ملح. البهارات 1/2 ملعقة صغيرة كمون، 1/2 ملعقة صغيرة بابريكا، 1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود. هيدي مكونات التتبيلة المارينيد اللي رح زيده على السمكة. طبعا رح نرش ملح كمية وافية من الملح على السمكة قبل ما ننزل عليها التتبيلة. فاذا شفتوا السمكة وشفتوا مكونات التتبيلة. هلا رح شيل الراس ورح شيل الذنب لحتى السمكة تساع بالصينية اللي انا مخصصتها للفرن ورح اشوي فيها السمكة. رح اخلط التتبيلة كلها مع بعض، وبكون شلت الراس والذنب. الصينية بتشوفوني كيف رح جهزها. ننتقل للخطوة الثانية. شلت الراس وكل الزعانف والذنب، سمكة نظيفة بتشهي. مسحها من كل الرطوبة اللي بتكون عليها وبعمل فتحات من جهة فوق ومن جهة تحت. بالفتحات بننزل ملح. تستوي السمكة كمان بسرعة بالفرن وما بتاخد وقت كتير، وبتستوي بالتساوي من كل الجهات. فإذا بعمل هالفتحات من الميلتين من فوق ومن تحت. هلأ رح انقلها على الصينية اللي رح اخبزها فيها، بس بالأول بدي حط ملح عليها. كمان برش الملح من الداخل ومن الخارج بالفتحات، يعني الملح على ذوقكم، شغلة تتعلق بذوقكم انتو كمية الملح اللي بدكن اياها. هلأ رح انقلها على الصينية اللي خصصتها لشويها بالفرن. صينية الفرن صينية الازاز مقياسها 9 × 13. حضرت ورقة الالومنيوم وبقلبها ورقة الزبدة بارشمنت بيبر تقريبا مقياس الصينية او اكبر شوي. هلا بنقول السمكة المملحة على الصينية.
قياس الصينية كتير مناسب لحجم السمك. خلطت كل مواد التتبيلة بهالمجرين كاب، وهلأ بنزلهم على السمكة. بفرك كل الجهات من الداخل ومن الخارج بقلب الشقوق، الفتحات اللي عملناها ندخل هالتتبيلة الطيبة من كل الميلات. هلأ الأطراف بلفها من كل الجوانب حتى تكون السمكة محصورة بمساحة قليلة، والتتبيلة ما تضيع حول السمكة، يعني ما تنشف بأرض الصينية وما تعود موجودة. هاي الطريقة بحصر التتبيلة وبحصر كل هالسوائل اللي رح تنزل من السمكة بمساحة قليلة، تبقى السمكة طرية وما بتنشف. هيك صارت السمكة جاهزة انه ندخلها على الفرن. برجع بقلكم، اي نوع من السمك، ممكن سمك مشوي، ممكن سمك مقلي، ممكن فيليه او سمكة كاملة، ما بهم اي طريقة رح نستعمل السمك. كمان في ناس بيحبوا يعملوا سمك مقلي، وفي ناس بيحبوا يشوي السمك بالفرن. الطريقة اللي بدكن اياها، الطريقة اللي بتفضلوها وانتو بتحبوها. بهالفيديو انتو عم بتشوفوا طريقتي، وبتمنى انها تعجبكم. السمكة هلأ صارت جاهزة لانها تدخل على الفرن. رح انتقل لتحضير الرز. هلأ منشوف طريقة تحضير الرز اللي رح اطبخه للصيادية. وهيدا شكل السمكة قبل ما ندخلها على الفرن. شوفوا منظرها بشهي، تتبيلة حواليها من كل الجهات، من قلبها بقلب الفتحات، رح تاخد الطعم والنكهة كتير طيبة. بدخلها على فرن حرارة 350 فهرنهايت، 180 سلسيوس. ما بغطيها، بتركها مثل ما انتو شايفينها. بحطها على الرف الوسط او اللي اوطى شوي من الوسط. ما بتاخد بالفرن اكتر من نص ساعة. ما بنقعها، 10 دقايق ربع ساعة بس قبل ما تدخل على الفرن. السمك ما بننقعه بعد التتبيلة، ندخله فورا على الفرن. بعد ما دخل السمكة على الفرن مباشرة ببلش بطبخ الرز. رز الصيادية حطيت الطنجرة اللي رح اطبخ فيها على نار عالية، 3 من ملاعق زيت نباتي، ملعقة طعام، 3 ملاعق طعام. بزيد عليهم 1 كوب من البصل المفروم. هيك منبلش طبخ الرز. نعمل سوتيه للبصل لحتى يتحمر البصل. بهالوصفة منحمر البصل لحتى ناخد لون غامق للرز، كمان الطعمة بتكون كتير طيبة. بقلب بالبصل حتى تحصل على اللون اللي بدي اياه. بلشنا نشوف انه البصلة عم تاخد اللون الذهبي. رح خليها بعد شوي حتى يغمق اكتر لونها قبل ما زيد الرز. بس البصل تاخد هاللون رح زيد 2 كوب من الرز المغسل، مغسول بس مش منقوع. انا استخدمت البسمتي رايس، رز البسمتي. وانتو اذا بتحبوا تستعملوا نوع ثاني اكيد بتقدروا. بقلب الرز شوي مع البصل والزيت. وهلا بضيف البهارات. البهارات اللي رح زيدها، ملعقة صغيرة كمون، ملعقة صغيرة كراوية، ربع ملعقة صغيرة قرفة، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، وعندي ملعقة صغيرة ملح، ونص ملعقة صغيرة كزبرة.
وهي كل البهارات اللي بزيدها ناخذ نكهة وطعمة طيبة وبتعطينا لون كتير حلو للرز. البصلة المحمرة مع كل هالبهارات بيعطوني رز بشهي، طعمته كتير طيبة ولونه كتير حلو. بقلبهم حوالي دقيقة مع بعض قبل ما اضيف مية السمك. شفتوا طريقة تحضير مرقة السمك بالسابق؟ رح اترك اللينك يعني الرابط بصندوق الوصف، اللي بحب يتفرج على الفيديو بيشوفني كيف حضرت مرقة السمك. رح زيد 4 أكواب مرقة السمك. المرقة سخنة، سخنتها قبل ما نزلها على الرز. بلشنا نشوف اللون البني اللي رح ياخده الرز. بس الرز يبلش يغلي بخفف النار وبتركه يستوي على نار خفيفة. الرز بلش يغلي مثل ما انتو شايفين. هلأ رح خفف النار على نار خفيفة، بطبخ الرز حتى يستوي. على أكيد رح أغطي الطنجرة لحتى يستوي الرز، بنطفي النار يعني وقت بتتبخر كل المي الموجودة. بهالمرحلة دوقوا الملح، إذا بتشوفوا إنه في حاجة لإنكم تزيدوا الملح بتزيدوا. رح غطي الطنجرة وأترك الرز يستوي على نار خفيفة. الرز عم يغلي، السمكة شلتها من الفرن بعد ربع ساعة. هلأ رح سقيلها من هالمرقة المبينة. بشيل بالملعقة وبنزل بهالفتحات الموجودة فيها، بنسقيلها حتى تتشرب بالفتحات. المرقة الطيبة تطلع كتير طرية السمكة ولحمتها. وبرجع بردها على الفرن كمان لمدة ربع ساعة تانية، يعني بنص التوقيت بعمل هيدي الخطوة، بسقي للسمكة وبرجع برجعها على الفرن لمدة ربع ساعة تانية. الرز استوى وطفيت النار تحته، بنفس الوقت شلت السمكة من الفرن، كمان السمكة استوت. إذا انتبهتوا كيف الخطوات ورا بعض متوالية لحتى تطلع السمكة والرز مع بعض، يعني اتنيناتهم يكونوا مستويين بنفس الوقت. إذا بتتبعوا الخطوات اللي شفتوها بالفيديو كتير بترتاحوا بالشغل. رح غطي الرز ورح غطي السمك، اتركهم مغطيين لخلص تحضير خطوتين تانيين. بعد رح قلب البصل الجوانح لحتى حمره بالزيت. منزين وجه الرز بشوي من البصل الجوانح المحمر، حمرت شوية صنوبر كمان. وبدي حضر الصوص، صوص الصيادية، كمان فينا نسميه فيش جريفي. رح بلش هلأ بتحمير البصل. ملعقتين طعام من الزيت النباتي، رح حمر فيهم 1 كوب من البصل المقطع جوانح يعني شرائح. قلبهم شوي وبنتبه لهم حتى يتحمروا. نزين فيهم رز الصيادية، ناخد طعمة طيبة مع شكل حلو لطبق الرز. شلت البصل من المقلاية بس يتحمروا، حطيتهم على محرمة المطبخ بصحن. رح اتركهم على جنب وبلش على تحضير الجريفي. حطيت على النار كسرولة صغيرة ستانلس ستيل فيها 3 ملاعق طعام زبدة، 3 ملاعق كبار من الزبدة، لتحضير الصوص فيش جريفي. نزلت على الزبدة 1/4 كوب من الطحين، الطحين العادي اللي بنستعمله لكل شيء. رح نقلب الزبدة والطحين على النار، على نار متوسطة، حتى ينطبخ الطحين بين الدقيقة والدقيقتين. بس يبلش الطحين بده ياخد اللون الأشقر بنزل كمية
مرقة السمك، 2 كوب من مرقة السمك. المرقة بدها تكون سخنة، ما بدها تكون باردة. تدريجيا بنزل وبحرك، ما بوقف تحريك ابدا حتى ما يتكتلوا، ما يتكتل الطحين والزبدة بهالشكل اللي انتو شايفينه. الزبدة والطحين سخنين ومرقة السمك سخنة، 2 كوب من مرقة السمك لهيدي الكمية من الزبدة والطحين. طبعا اذا بدكم كمية اكبر بتقدروا تضاعفوا كل هالمكونات. طبختي انا منها طبخة كبيرة، طبخة صغيرة متوسطة، شايفين ولا حبة طحين تكتلت. السبب انه المرقة اللي عم بنزلها عم تغلي، سخنتهم بكسرولة على جنب وهيك بكفل انه المرقة الصوص رح يطلع ناعم ومالس دون اي تكتلات لحتى يبلشوا يغلوا. كمل الخفق بالويسك لحتى يبلش الغليان. وصلنا على صوص ناعم ومالس، ما بشيل ايدي من الصوص، بستمر بالخلط بالتحريك لحتى يبلش الغليان. هلا بدي اتركهم يغلوا، خفف النار شوي لحتى يسمكوا بالسماك اللي انا بدي اياها. بهالوقت رح زيد شوية بهارات وملح، رشة فلفل اسود، ربع ملعقة صغيرة كمون، ربع ملعقة صغيرة كراوية، رشة جوزة الطيب. بخطئهم كلهم مع الصوص مع الفيش جريفي، الريحة بتشهي ولونها كتير حلو. رح اتركهم يغلوا حوالي 5 دقايق وشوف كيف صارت السماكة. انتبه عليهم بس مش ضروري تحريك مستمر. 5 دقايق هيدا الصوص، بعد مرور 5 دقايق من الغليان تحريك بالويسك الصغيرة. هلا رح زيد عصرة حامض، اي شي له علاقة بالسمك يلبق له عصير الليمون الحامض. عصرة صغيرة حوالي ملعقة طعام، ماكسيموم ملعقتين طعام. عصير الليمون الحامض ريحتها بتجنن، سمكتها صارت كتير منيحة. هاي هي السماكة المطلوبة، طعمتها كتير طيبة. دقت ملحها ما بعتقد ناقصها شي ابدا. رح اطفي النار واسكب الرز بطبق التقديم. هيدا الرز بعد ما صبه بطبق التقديم هتشوفوه عن قريب، مفلفل تفلفل، شو هاللون الحلو اللي أخدوا الرز من البهارات ومن البصل المحمرة. هلأ رح زيد البصل جوانح، وبعدين قطع السمك رح وزعهم على مساحة الرز. وهيدا الشكل النهائي لأطيب طبخة صيادية. من بعد الرز حطيت البصل، بعدين قطع السمك. للحقيقة هالسمك ما فيه حسك أبدا، قليل كتير وجود الحسك فيه، يعني السرسبي وبس. بكل سهولة شلت قطع اللحم وصفيتهم على الرز. كمية السمك كتير مناسبة لكمية الرز. شوية صنوبر، يعني أقل من 50 جرام من الصنوبر المحمص، وممكن لوز محمص، وممكن ما نحط شي أبدا. الصنوبر واللوز مش إلزامي. هيدا الصوص، شفتوا الطريقة؟
ننتبه على الطريقة حتى ما يكبتل. أنا دايما بعمل تراتور، يعني صلصة الطحينة، لأنه بالحقيقة نحنا منفضلها، بس حبيت أعمل الصوص حتى ما تسألوني وتقولولي ليه ما عملتي لنا صوص الصيادية. كل المقادير والعيارات بتلاقوها مكتوبة بصندوق الوصف بالعربي وبالإنجليزي بكل التفاصيل. شفتوا معي طريقة تحضير الصيادية بكل التفاصيل والأسرار؟ بتمنى تجربوا هالوصفة وإن شاء الله تعجبكم. ما تنسوا تشتركوا بقناة سوهاز ديشز على يوتيوب، صفحتي على الفيسبوك سوهاز ديشز، تابعوني على انستغرام. Please subscribe, like and share. Thank you very much. See you next time.